أعشاق ومحبين موقع البطولة .com كنستقبلوا اليوم الحارس العملاق الحارس الحديدي الحارس الذي عانى فريق الرجاء البيضاوي بعد التخلي عنه حارس فريق الرجاء البيضاوي سابقا المغرب التطواني الجيش الملكي محطم أرقام قياسية رجل الألقاب حارس مصطفى الشادلي. مصطفى الشادلي مرحبا بك على موقع البطولة .com. مرحبا بكم ومرحبا الباب أنصار موقع بطولة .com. كواحد كما كيقولوا مزحه صحفيين ولو كيتجنبوا التكلم مع مصطفى الشادلي لانهم كيملوا ويعني هما كيقدروش يحصلوا الالقاب اللي يعني تفوقت فيها ولا حرزت مع فريق الرجاء البيضاوي ولا الارقام القياسيه اللي حققتي شخصيا. مصطفى الشادلي دخلتي بوابه عالم السينما من باب الواسع في فيلم يسمى التكريم عشي يعني المهم احنا ما نتكلموش على الفيلم بغيناك انت تعطينا يعني النظره ديالك في هذا المشهد اللي سجلتي في هذا الفيلم ديال التكريم. صراحه بعدا انا كنشكر الجمهور المغربي والجمهور الرجاوي صراحه اللي ساد مصطفى طيره مشواري الرياضي اللي كان غني بالالقاب لا سيما في نادي الرجاء البيضاوي لان ذاك السند هو اللي خلى مصطفى تكون ديما طموحاته كبيره وكان رجل تحدي وكيعمل بكل تفاني ولا كانت ذوك الالقاب اللي حطيتها راجل كان واحد الدافع ديال المسانده كان عنده دور كبير في مشوار ديال مصطفى الشادلي. كنظن مؤخرا يعني تم يعني ما نقولش انا درت كيف كيقولوا جسدت واحد المشهد ديال اللاعب المتخلى عن هوى المقصي اكثر ما انني كنت رحبت بالفكره كثير لانني انا معني بالامر ومعني بالوضعيه الاجتماعيه ديالي وبالوضعيه ديال الاجتماعيه ديال مجموعه واحد اللاعبين اللي كيصبحوا كيعيشوا واحد الحياه قاسيه فجسدنا ذاك الدور باش يشاهدوا المشاهد باش تكون واحد الالتفاته لذاك اللاعب اللي عطى الشكل الكثير وفي بدايه المطاف وفي اخره راه كيدافع على واحد القميص سواء نادي سواء المنتخب وكيف كيحاول يفرح الجمهور او لا الشعب اللي كيتابع وحنا كنتكلموا على الشعب المغربي. فهو راه كيضحي بواحد السن اللي مع واحد فئه عمريه من العمر ديالو هو السن ديال الشباب كيضحي به باش كيبغي يفرح الناس فما يجيش في اخر المطاف نهملوه ونساوه وكيبقى يعاني لوحده حتى كيولي كيوصل الحالات اللي صعبه بحال الاكتئاب او الانتحار لا قدر الله اللي ما كنتمناوش. فلهذا كنقول انا ذاك المشهد كنت فخور به وما كنعنيش انني انا كان عندي ذاك الدور انا اللي تجأت للعالم ديال التمثيل فلا شاف المخرج اللي كان مكلف به بان مصطفى جسد الدور بالشكل وراه بالفعل نوه بانني جسد الدور كذا فانا جد فخور بذاك الحركه اللي درت لذاك اللاعب لان انا نات انا في ذاك الموقف ولا كانت شي ناس اللي في اختصاص انا شافوا مصطفى اهل لماذا لا كانت شي ادوار اللي كتهمني في الجانب الرياضي اكثر يعني مصطفى الشادلي بغيناك يعني جمهور المغربي عامه والجمهور الرياضي خاصه تكلم على واحد يعني نتجنبوا الان عالم السينما تكلموا مؤخرا على واحد القضيه تنشرت في احدى الصحف المغربيه قضيه ديال الجريمه قالوا بان مصطفى الشادلي قال بان في احد الحوارات ديالو بان الجريمات يعني كيعطيهم الملك محمد السادس للرجاله بعد ما اتصلت بك الان وكان تذمر كبير من الشعب الرجاوي والشعب المغربي عامه في احدى المنتديات المغربيه بان مصطفى الشادلي قصد بانه قصد الشعب المغربي بغيناك الان طلبتي مني حق الرد اعطيك الان حق الرد وباش تبلغ الميساج ديالك للجمهور المغربي عامه. يعني في المداخلة ديالي قبل ما نجاوبك اش قلت في الاول قلت بان الجمهور المغربي والرجاوي خاصة فكان هو الدافع لذاك المشوار اللي كان طيب لانه هو اللي كان خليني دائما المردود ديالي احسن من احسن انا كنت كنجتهد بفضل هذيك المساندة فما نجيش حتى نهاية المشوار ديالي وغادي نكر هذاك الجميع. صراحة انا فايت تكلمت في احد الصحف المغربية وقلت بان سيدنا كيمنح الرجال انا لم اعني بتاتا بالرجاله بمعنى الكلمه من معنى ولكن عنيت بالرجاله بذوك الابطال الذين
يرفعنا الرأي ويفرحنا الشعب اللي دول ذاك الراجل. أما أنا أقصد أخلاقي لا تسمح لي، وبعكس أنا عندي واحد احترام كبير للجمهور المتبادل بيني وبينه، وكنقول بأن لو الربح لي ربح طبعا كره وحب الجمهور صراحة. إلى كان الناس فهموا قصدي وقصدوا هذيك الكلمة في هذاك الاتجاه اللي قلتو، فأنا راه كنعتذر لهم وكنقول بأنني أنا آخر ما يمكن ليه نشي ليه بالسوء هو الجمهور ديالي والجمهور المغربي عامة، أنا كنحبهم كثير حاشا لله واش نقصد هكا. مصطفى الشاذلي كنشكرك على هذا الحوار الشيق، كنتمنوا لك مسيرة موفقة بعد ما عرفناش أن واش تم الاعتزال رسميا أم أن يعني بين الليلة وضحاها سنرى مرة أخرى مصطفى الشاذلي بين يعني في المرمى إحدى الفرق. صراحة مصطفى الشادي باقي عندهم الامكانيات، كنقول ما نتكلمش على التقنية والتكتيكية، يعني الحمد لله كنت كنتوفر عليهم في واحد المستوى كبير. كيمكن لي نتكلم على المستوى البدني يعني باقي كنتوفر لي خول لي مازال لعب واحد السنوات، ولكن ارتئيت لان ما بقيتش باغي الضغط وما بقيتش باغي نبقى مشغول اكثر، ارتئيت باش نوقف المسيرة ديالي. وكاينين تحت بعض العوامل اللي ساهمت، لان حتى بعض المدربين اللي كيفشلوا في المهام ديالهم وكيحاولوا يلبسوها اللاعبين اللي عطاو شيء الكثير ويلبسوها ليهم باش يغلط الراي العام، فانا ما نتقبلش داكشي لان مسيرتي كانت كبيره وما يجيش بين عشيه وضحاها ديال تخفى واحد ولا جوج ناس. فارتئيت انا عام ولا عامين نبقى السمعه ديالي تولي في الميزان، اللهم ارتئيت نخلي سمعه كبيره رغم انني باقي المستوى ديالي يعطي، ولكن ان شاء الله كنتمنى وقفت المسيره لان انا باقي في ملعب وقفتها، ان شاء الله نشوف مجال اخر لما لا مجال التدريب ان شاء الله اللي يمكن مصطفى الشاذلي خلق فيه عوتاري واحد الاسم اخر ان شاء الله. مصطفى فريق الرجاء البيضاوي الفريق ديالك يعني في الطريق في المنافسه على اللقب هذا الموسم وفي بدايه الشامبيونز ليغ، مصطفى الشاذلي هل انت يعني باقي كتتبع فريق الرجاء البيضاوي حتى النخاع يعني وباقي كتعشق الجماهير ديالو ام ان تلك الاشياء مرت يعني مرور الكرام؟ صراحه انا شنقول لك، سؤال الاجابه ديالو واضحه، ما يمكنش انسان قضى سنوات وافراح وعاش وكون اسم وكون جماهير بين عشيه وضحى غادي يقول لك لا انا يمكن نسيت هذاك الجمهور ديال فريق الرجاء فريق ديالي الام، وراه كتبات لنا وتا شتي البدله اللي كان لبس دابا راه بدله خضراء ها، والصوره اللي غادي يشاهدها كل المتردد على الموقع كيشوف الشاهد لانه يعيش اخضرا من صحراء التعبي. انا رجاوي حتى النخاع وفضل الرجاء عليا كثير وعطيت للشيء الرجاء كثير، فالجمهور ديال الرجاء كيبقى انسان يفتخر بي كيف كيفتخر بيا، والرجاء عاشت لي الالقاب. فما كنظنش انا سؤال كيجيني غريب ان الرجاء لعب على اللقب، الرجاء هي اصلا دهرت وتعيش لي الالقاب وتبقى يعني غتبقى دائما فريق اللي كيقلب على التتويجات ويوصل للقمه ويفرح الجماهير ديالو، وديما ديما رجاء وديما جمهور الرجاء ديما ديما بطوله بونك ديما ديما موقع ديال انصار بوان كوم بطوله بوان كوم. وشكرا شكرا شكرا مصطفى الشاذلي، شكرا لكل المستمعين، الى فرصه قادمه ان شاء الله. كان معكم الحوار والصحفي انور شافي، شكرا.